السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. مرحبا بالإخوة ومرحبا بالأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين ووفقنا جميعا لكل خير، اللهم آمين. فبداية مرحبا بكل الإخوة ومرحبا بكل الأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وأعتذر عن البث، البارحة كان وقت هذا التوقيت، يعني الساعة 7 بتوقيت الأمس، لكن لأسباب ما استطعت أن أقوم بالبث المباشر، فأعتذر من الإخوة والأخوات جميعا. ربما ترقبوا اللقاء والبث فما استطعت البارحة، وقد اعتذرت وبينت بعض الأسباب البارحة بالليل. فدعواتكم إن شاء الله تعالى معنا بالخير، فأسأل الله لكم كل خير، اللهم آمين. في هذا البث يعني أسأل الله سبحانه وتعالى بداية يعني أن يكون البث جيد، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة في يوم الجمعة أن يستجيب الله تعالى لنا في هذا الجمع، وأن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا وأن ينصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا، وأن يشفينا وأن يرزقنا رزقا واسعا ويباركنا فيه، اللهم آمين. فهذا الجمع بداية، أوصي الإخوة والأخوات، نحن في يوم الجمعة وهذه ساعة طيبة مباركة عند الله سبحانه وتعالى، فلا نحرم الخير بإذن الله. كل واحد يدعو إن شاء الله بين فينا والأخرى حتى يستجيب الله جل وعلا جميعا. وأسأل الله أن نكون من حق الله فيهم الدعاء، هم القوم لا يشقى جليسهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الشقاء، وأن يرفع عنا العلل، وأن يرفع عنا الغضب، وأن يرفع عنا كل ما من شأن أن يعكر صفو مزاجنا وصحتنا وسلامتنا وسعادتنا وخيرنا، أن يصرفه الله عنا ويصب علينا وعليكم خير صبا صبا، ولا يجعل حياتنا وحياتكم كدا، اللهم آمين. وأسأل الله يجعلنا مباركين، إن من أعظم ما ينال العبد في هذه الدنيا يجعل الله تعالى مباركا، ييسر له أموره وييسر له أحواله ويرفع قدره ويهيئ له الصالحين، أسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. مرحبا بجميع الإخوة والأخوات، هناك عدة نقاط في هذا الموضوع أريد إن شاء الله تعالى نبينها للإخوة والأخوات. سأل الله عز وجل التوفيق والسداد والمعونة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنصلي ونسلم على نبينا محمد في هذا المجلس الطيب المبارك، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. من الأسس التي وجب أن أبينها لكل من يراني الآن وينظر إلي ويتابعني، أن الله تعالى حب الإنسان بميزات طيبة مباركة، وأن الله تعالى من علينا بأحوال قد نعلمها وقد لا نعلمها وقد ندركها وقد لا ندركها وهي مباركة. فالبركة فينا إن علمناه وإن جهلناها، فمن علمها فقد زاد بركة، ومن جهلها فإن البركة تمضي معه فقد تصرفه عن أحوال سيئة وقد توفقه لأحوال طيبة، لكن من عقلها وفهمها ونماها فالله تعالى يزكيها له، قد أفلح من زكاها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن زكاها، اللهم آمين. الإنسان قدره عظيم عند الله عز وجل، خاصة المسلم الذي آمن بالله سبحانه وتعالى واستعان بتوكل عليه، حاله عند الله تعالى عظيم. خلق الله تعالى كل هذه المخلوقات وخلق الخلق الذين نراهم والذين لا نراهم من أجلك أيها المؤمن أيها المسلم أيها الموحد، فطب نفسا حتى وإن أصابك ما أصابك فإنك مأجور على ذلك في الدنيا وكذلك في الآخرة. فأسأل الله لي ولكم الرفع والعزة، وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يعافينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بداية من مكاني، وأنا كطبيب وكباحث وكمعالج وكمستشار أسري، وقل كثير من الأشياء قد تجتمع في هذا العبد، فوجب أن نراعي النفسيات ونراعي الإحوال والشخصيات ونراعي المقامات ونراعي العلل ونراعي لزلات وهفوات، أمور كثيرة وجب أن نراعي لها وأن نحفظها وأن نفهمها فهما دقيقا
قد تجمع في الإنسان أحواله السلبي وأحواله الإيجابي وأحواله القرب وأحواله البعد وأحواله البغض وأحواله الحب، قد تجمع في إنسان وقد تتفاوت بعضها عن يعني بعض الميزات عن الأخرى. كل هذا وجب أن نراعي وأن نفهمه وأن نتعايش معه وأن نقدره ونضعه في موضعه الصحيح. في أحوالنا في عالمنا، وأنا أسير في عالم معلن أمامكم، في عالم خاص فيما في بعض الناس فيما هم بينكم بأسمائكم، فأقول بداية جامعة وهي جزاكم الله تعالى خيرا، سواء أهل السر أو أهل العلانية، فمن أحسن فلله سبحانه وتعالى ضره، فأسأل الله يرفع قدره ويعلي شأنه، فمن أحسن فلنفسه، ولكن وجب أن أشكره لأن الله يحب أن يشكر، ووجب أن نشكر الخيرين. إن من أخلاق وتمام الأخلاق والمروءة أنك تشكر من أحسن إليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك وربانا على هذا فصلوات ربي وسلامه عليه: من صنع عليكم معروفا فكافئوه. فجزاكم الله تعالى خيرا أهل السر وأهل العلم، سواء كنتم رجال أو كنتم نساء، سواء كنت أعلمكم أو لا أعلمكم، سواء من أتواصل معهم أو لا أتواصل معهم، ممن اتصالي معهم أو عدم اتصال، ممن أجيبهم بحرف أو حرفين أبشر أو خير أو جزاك الله خير، أو ممن ربما تأخذنا معهم كلمات أو اتصالات، فالجميع أقول لكم جزاكم الله خير. لكن في هذا اللقاء سنفرق حتى لا يختلط الحابل بالنابل كما يقال، نعمل عملية فرز وعملية تدقيق وتمحيص وتحقيق في أحوال كثيرة كما وعدتكم إن شاء الله تعالى. فربما أحيانا الصمت عن أشياء قد يجعل فيها الغبش، أي فيها الضبابية وعدم وضوح الرؤية، وهذا أمر لا يصلح في السير. فالإنسان إذا أراد أن يسير فعليه أن يختار الزمان الجيد والوقت الجيد والجو الجيد، وكذلك الدابة الجيدة والرفيق الجيد والزاد الجيد، حتى يغنم بإذن الله تعالى ولا يكون في المغرب. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأسأل الله تعالى أن يفتحنا أبواب البر والخير، وأسأل الله تعالى أن تلقي ألسنتنا بالخير، وأسأل الله أن يوفقنا لكلمة الحق في الرضا والغضب، وأن يجنبنا الغضب ونعوذ بالله من الغضب، اللهم آمين آمين. فعذرا إن كان كلامي في هذا السير ربما يكون كلاما فيه يعني ليس كالمعتاد، يعني صراحة أشعر بالتعب والله العظيم. صليت العصر وكنت أريد أن أتمدد، فقلت في نفسي أحاول جاهدا أن أتواصل مع المحبين مع الإخوة والأخوات جزاهم الله خيرا، خاصة وأني وعدتهم بالأمس، يعني كنت أريد فقط أن أرتاح لأني أشعر بالتعب والله يشهد، لكن قلت إن شاء الله أني أتواصل مع الإخوة والأخوات بإذن الله على فيها أجر يوم الجمعة وفي هذه الساعة ونحضر ساعة الاستجابة والخير، وكذلك أبين لهم بإذن الله تعالى وأشكرهم على دعواتهم التي كانت في ظهر الغيب، فجزاكم الله تعالى خيرا. إذا إن شاء الله عز وجل في هذه الساعة الطيبة المباركات، في هذه الأوقات، في هذا الوقت الطيب العظيم عند الله في السماوات وفي الأرض، أسأل الله تعالى الرحمة والمغفر لي ولكم، وأسأل الله تعالى العزة لي ولكم والنصر لي ولكم والشفاء وطول العمر إن شاء الله في السخاء والرخاء والنعم لي ولكم بإذن الله تعالى، ويبارك لنا في أهلنا وفي أذوينا وفي أبنائنا وفي والدينا، ويبارك في أعمالنا، ويبارك لنا الله سبحانه وتعالى. فهذه دعوات النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها سرا وعلانية، وهي علمنا إياها، وكذلك من تعاليم القرآن التي علمناها ربنا سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، نسأل الله تعالى ذلك، اللهم آمين. إخواني وأخواتي، أشهد الله سبحانه وتعالى يحبكم جميعا في الله حبا صادقا لا أرجو منه إلا الخير، فإني حينما أصاحب لا أصاحب طمعا في دنيا، هذه رسالة أتكلم عن ذاتي وعن نفسي، أنا حينما أصاحب لا أصاحب طمعا في دنيا، وحينما يأتي عندي إنسان فإني لا أراه بوجهي ذاك الذي يستبشر في وجهه طمعا في الدنيا، والحمد لله على هذه النعمة، أحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وهذه نعمة عظيمة. إذا صاحبت أو توافقت أو التقيت أو راسلت أو اتصلت فهي لله سبحانه وتعالى.
ولا أغش فيها ولا أكذب فيها ولا أخادع فيها، وجوارحنا صادقة بفضل الله تعالى مع القريب والبعيد، مع من نتواصل معهم مع من لا نتواصل معهم بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا أول شيء وجب أن أبين عن نفسي، وكذلك أوصي إخواني وأخواتي. إذن ليس هناك أي أمر في منفعة لا أرجو من أناس ألتقي بهم منفعة، ولهذا بارك الله في الخلة والصحبة، وبارك الله لنا في كل بث، وبارك الله في كل جمع، وفي كل لقاء على مدار أكثر من 25 سنة نحن على تواصل مستمر مع عشرات ومئات الناس بفضل الله سبحانه. لم نكل ولم نمل، لأن الأمر ليس للدنيا، لأن صاحب الدنيا يتعب. خذوها مني قاعدة، صاحب الدنيا يتعب، وصاحب الدنيا يرفع عنه الغطاء فيعرف على حاله الحقيقي. صاحب الدنيا يرفع عنه الغطاء والعياذ بالله، وصاحب الدنيا يتعب، صاحب الدنيا يتعب. لكن الذي يسير على سير يرى فيه منهجيته وخلقه وأخلاقه وسيره وحبه وراحته فإنه لا يتعب، وإن تعب فلكنه يعود الرجوع. أتمنى لا يكون بس ينقطع، لأني أراه ربما ينقطع والله أعلم، فأعتذر إن كان إن كان كيتقطع، وشقي إذا كان البث صالح ولا نقطعه ونعوده، ولا الأمر جيد، لأن أرى والله أعلم أن البث كيتقطع، فأعتذر منكم. إذا كان البث جيد فإني واصل بإذن الله، وإذا كان فواصل على كلامي بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام أريد أن يصل الجميع. ما أنا ما صحبت إنسان لأنتفع منه في يوم من الأيام نهائيا، وأنا أعي ما أقول قدر الكلمة، ما وأتمنى أن يفهم الحمد لله. ما صحبت إنسانا سواء كان رجلا أو امرأة لأنتفع منه في يوم من الأيام، أنا على سواء كان من أقارب، نتكلم بشكل عام، سواء كان من أقارب أو من أصدقاء أو كان في العمل، أنا ما صحبت إنسانا لأنتفع منه بحكم الزمالة والصحبة أو العائلة. قد يكون نفع وجعلنا بعضكم بعضين سخرية، أي سخر الله بعض البعض، وهذا من تمام أن كل واحد منا يخدم الآخر من موضعه ومن مكانه، ويكون بفضل الله تعالى معطاء، يكون خيرا، يكون موقفا، يكون منجيا، يكون بفضل الله تعالى وصى بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وأوصى ربنا في القرآن، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه نقطة وجب أن أضعها بين أعينكم ونصب أعينكم حتى يفهم الكلام الذي سوف يأتي اتباعا بإذن الله، فهما دقيقا وفهما جيدا. حتى وإن ليس أمامي ورقة، وإن يعني وخا كان نحضر راسي ليس أمامي كتاب ولا ورقة، فإنما أنا أريد أن أرتاح قليلا، الكلام يأتي نتكلم معكم دون ترتيب، لأن الحمد لله من القلب إلى القلب يكون أفضل وأجمل وأكمل كلام.